وتكون الحياة حياة سهلة، ويكون العيش عيشا طيبا، ولك ثم أنت بعد ذلك تقتدي بمن أمرت بالاقتداء به. الآن نعيش في عيشة متوحشة، توحش، التوحش في الفجور في الخصومة، الفجور في الخصومة. يحدثني واحد، أنا ذكرت لكم قضية دعاء القنوت. نحن المالكية نقول القنوت هذا من فضائل الصلاة، يعني قنوت الصبح. الشافعية، وأنتم ما شاء الله أكثركم هنا على ما حدث شافعية، أعظم منا في هذه القضية، يقولون هو إذا لم يقنوت لابد أن يسجد للسهو، إحنا ما عندنا هذه. والحنفية والحنابلة يرون أن هذا القنوت في النوازل فقط. طيب، هل سمعتم قط تشاتما بين الناس، بين العلماء، فيما قرأوا إن شئتم كتب التراجم في قضية القنوت؟ الآن يحدث رجل في بلد من بلدان المالكية، هذا إمام مسجد، رجل فقيه مالكي إمام، إذا صلى الصبح قنت، هذا هكذا نشأها على هذه القلة. يصلي خلفه شاب من الشباب، اقتنع هو بفتوى إنسان ممن أفتى أن هذا القنوت بدعة، وهذه من غرائب الفتوى، أن القنوت بدعة، هذا محتاج إلى تقرير أو تصوره البدعة ما هي. ولا تخاطب تقول لله الصحابي قال بدعة يا بني ورب الكعبة محدث، هذه لها مسألة. المهم، فهو يخاطب ذلك الفقيه الإمام، يقول له يا فلان لا تقنوت، ذاك لا يعتبر هذا الإنسان حتى في الموجودين الذين خلقهم الله يعتبره معدوما، هذا يأخذ بقوله هذا من مستحيل هذا، انت ما. وذاك يرى، ذاك الشاب يرى انه هذا انا اريك السنة واحجك بالسنة وانت تخالف السنة، لا انا اخالفك، انت لست اخالف السنة، انت السنة، انت ارتقيت بنفسك، ان صيرت نفسك السنة او الناطق الرسمي بالسنة، ما انت اغسل عقبيك اولا ذكر السنة، ايش السنة؟ قال يا فلان لا تقنوت، ذاك لا ينصت إليه ولا يأبه له، اقنوت، وذاك دائما لا تقنوت، وذاك يقنوت لا تقنوت، اقنوت. المهم سافر ذلك الشاب سافرا طويلا، فلما رجع أتى المسجد صلى الصبح، رأى الإمام يقنوت، غضب جدا، يرى مفروض أني سافرت هذه المدة، هذه مدة حقيقة بأن تتغير الأمور، أنت الله يهديك، فرجع ورأى أن الله لم يهديه وما زال يقنوت، فغضب جدا وقال له ما زلت تقنوت يا كافر، فكفره بسبب القنوت. هذا ماذا هو عند نفسه ماذا يفعل؟ يظن أنه ينتصر للسنة، فيفعل شيئا لم يفعله أحد من الجن والإنس،